بيض وزيت ذره، ملح وفلفل وسبانخ فريش مفرومه، جبنه تشيدر وبابريكا وكريمه ولبن ودقيق. الوصفه دي لطيفه قوي قوي وانا برضو بحبها قوي، وبحب التانيه قوي برضو اللي بواقي السبانخ. هنا معلقه زيت، قاعده من السبانخ، رشة من الملح، رشة من الفلفل، رشة من البابريكا. نعم. احنا خلاص احنا لغينا وصفة وهنطلع وقت ما انتوا جاهزين. نو بروبلم. اوكي. دقيق. كريمة. وهشوف اذا كنت هحتاج اللبن ولا لا. لاني لو ما احتجتوش خلاص عشان ما تبقاش برضو يعني السائل بتاعها كتير قوي. يبقى دقيق وكريمه، ملح وفلفل، بابريكا. الاول اضرب دول مع بعض وبعدين انزل البيض اهو. وصفه لطيفه جدا جدا ومغذيه، فطار او عشاء، لطيفه قوي قوي. وناخد ده كله على السبانخ اللي احنا حطينا لها زيت وملح وفلفل وبابريكا، هنزل عليهم الكريمه بالدقيق والملح والفلفل والبابريكا والبيض، وعلى الوش اخد شويه الجبنه وخلصنا. هديها غطا بقى واسيبها بس ايه تكمل سواها. في ناس بتحب تعملها في الفرن زي العجه، ماشي الحال.